السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في قناة بيت شيف. يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض تفريز السبانخ وتفريز الشبت والكزبرة والبقدونس. بس في البداية ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. هنفرز السبانخ النهاردة بثلاث طرق تحافظ على لونها الأخضر وقيمتها الغذائية العالية. أول حاجة بنغسل السبانخ ونصفيها كويس جدا، بعد كده بنقطع الجزء اللي تحت اللي هي الراس، وبعد كده بناخد جزء من العيدان، لان هي كل جزء في السبانخ مفيد جدا، لان هي بتحتوي على حديد وفيتامينات ومعادن عالية جدا، مهمة ومغذية للاطفال والكبار، فلازم ان احنا نحافظ عليها ومتفقدش اي قيمة من قيمتها الغذائية العالية دي. عشان كده هنفرزها النهاردة الثلاث طرق فيها الاحتفاظ بلونها الاخضر وقيمتها الغذائية العالية. هنا قطعنا السبانخ مع بعض، بعد كده هنبتدي ان احنا نقطع الشبت والكزبرة والبقدونس. طبعا اضافتهم للسبانخ بتدي ريحة ونكهة جميلة جدا. بنبتدي ان احنا نقطع الجزء اللي تحت عشان نسويها، وبرضو العيدان بتاعت الشبت والكزبرة والبقدونس مهمة جدا جدا، هنقطعها صغير على قد ما نقدر، بتكون افضل لو من ان احنا نقطعها كبيرة. وطبعا السبانخ خضار ورقي، مش المفروض ابدا ان احنا نخزنها عن طريق ان احنا نحطها في مية سخنة، لان ده يبوظ معانا السبانخ تماما. هنا بنقطع الشبت والكزبرة والبقدونس علشان نضيفه بعد كده على السبانخ بالشكل ده. بعد كده هنا قطعنا السبانخ وقطعنا الشبت والكزبرة، هنقلب كويس جدا الخضار مع السبانخ، وهنقول دلوقتي مع بعض ازاي نفرز الشبت والكزبرة والبقدونس، لان هو مفيد جدا ومهم في اكلات كتير وساعات بيبقى مش موجود عندنا في البيت، فدي طريقة حفظ ليه علشان يبقى موجود عندنا في اي وقت. وطبعا احنا بنحط اي خضار متفرز بنحطه على النار وهو متجمد عشان ما يفقدش لونه وقيمته الغذائية. اول طريقة للتفريز هي ان احنا هنضيف السبانخ بالشبت والكزبرة والبقدونس بعد غسلها وتصفيتها وتقطيعها في اكياس تلاجة بالشكل ده، وبنطلع الهواء من الكيس وبنربطه او بنعينه مغلق باي طريقة في الفريزر عشان هنا يحتفظ بلونه وقيمته الغذائية العالية. برضو الطريقتين التانيين بيحتفظ بلون الاخضر، يعني بنحس ان هي مش من الفريزر، بنحس ان هي طازة ولسه معمولة دلوقتي. ده الشكل الاولاني او الطريقة الاولانية لتفريز السبانخ. بعد كده هنبتدي ان احنا نفرز الشبت والكزبرة والبقدونس برضو بعد الغسل والتصفية وتقطيعه ناعم، بنعينه في الفريزر لأي وقت احنا محتاجين فيه الشبت والكزبرة ومش متوفر عندنا، فالطريقة دي بتخليه موجود في أي وقت ونقدر ان احنا نستخدمه في أي أكل، لأن هو بيدي نكهة ولون وريحة جميلة جدا لأي أكل بالشكل ده. برضو نخرج الهواء من الكيس ونقفله ونحتفظ بيه. طبعا الثلاث طرق للسبانخ نقدر نحتفظ بالسبانخ من 6 شهور لسنة، كذلك الشبت والكزبرة، كذلك اي خضار وخصوصا الورقيات بنحتفظ بيها فترة طويلة جدا في الفريزر. اهم حاجة التجميد يكون مظبوط ما تفكش ابدا، وده بيخلينا نحتفظ بلونه. بعد كده هنبتدي ان احنا نعمل الطريقة التانية لتفريز السبانخ. في حلة سخنة على النار حطينا حوالي 4 معالق من الزيت، بصلة متقطعة صغير، ممكن بصلتين حسب كمية السبانخ، بنخليها تدبل بس مش اكتر بالشكل ده. وبعد كده هنبتدي ان احنا نضيف عليها السبانخ اللي احنا قطعناها دلوقتي. برضو هنخلي السبانخ يعني حوالي 3 دقايق على النار مش اكتر عشان ما تنزلش ميتها وتبتدي انها تفقد لونها وقيمتها الغذائية.
والطريقة دي بتديلها طعم جميل جدا بالشكل ده. هنا بعد حوالي 3 دقايق هنحط عليها معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الكمون، ده برضو بيديها ريحة وطعم جميل جدا، ويعني بيحفظها بالشكل ده. هنا وصلت معانا للون والشكل اللي احنا هنحفظها بيه. بنبتدي نرفعها من على النار ونسيبها تبرد، لازم تبرد تماما. بعد كده هنحطها في أكياس التلاجة ونحفظها، والطريقة دي برضو بتقعد معانا من 6 شهور للسنة، بيجرلهاش أي حاجة. الطريقة التالتة، حلة سخنة على النار بس مفيش فيها أي مادة دهنية، بنبتدي ان احنا نحط برضو فيها السبانخ المغسولة والمتصفية ومتقطعة صغير، ومضاف عليها الشبت والكزبرة والبقدونس، حوالي 3 دقايق على النار قبل ما تنزل ميتها وما تفقدش لونها وقيمتها الغذائية. بعد كده هنرفعها من على النار ونسيبها تبرد ونحطها في اكياس التلاجة بالشكل ده. هنا بردت وحطيناها في اكياس التلاجة بالشكل ده. هنا دول الثلاث انواع من السبانخ، ودي الشبت والكزبرة والبقدونس. ويا رب تكونوا استفدتوا، هستنى تعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.